التواصل إذا مشاهدينا الكرام مستمر في انطلاقات صباح اليوم، صباح التحدي وصباح المنافسة بالنسبة لسن اللقاية، حيث ينطلق شوطنا مشاهدينا الأعزاء السادس عشر في انطلاقات المحبة وانطلاقات التحدي. هذا هو شوط خاص بالأبكار المهجنات الأصايل وخمسة كيلومترات مسافتنا في منافسات اليوم ومنافسات سن اللقاية. نسير مباشرة إلى طريق المنافسة الأول وطريق التحدي في هذه المشاركات الأولى والمركز الأول. يأتي شعار بن حلوكة ليقدم احتياط حمد بن سالم بن سعيد بن حلوكة على الصدارة وعلى القمة، بينما المركز الثاني احتياط هنا من يتواجد اعتزال علي بن عبد الله بن سعيد المسافري في المركز الثاني. ننتقل إلى بن حمودة ويأتي ذياب بن غانم بن حمودة الظاهري ليقدم لنا وعد، والوعد كالرعد يا بن حمودة. يحتل الآن المركز الثالث، بينما المركز الرابع هذه اللي وصلت إلى نجود راشد بن عبيد بن محمد المهيري في المركز الرابع، والنقلة التالية على المركز الخامس روزنامة لسالم بن راشد بن حمد بن غدير يتواجد على المركز الخامس ليقدم لنا روزنامة. المركز السادس هذه اللي وصلت الآن زاهية في المركز السادس لراشد بن خلفان بشاوي الغفلي، والمركز السابع الشامخة خالد بن غانم بن حمودة الظاهري. أما المركز الثامن فوصلت حرير عبيد بن سعيد بن منان في المركز الثامن في هذه اللحظات، بينما مشاهدين الأعزاء المركز التاسع يتواجد أحمد بن عيلان بن عبد الله المهيري ليقدم لنا أريام، والمركز العاشر محمود بن حبيب الرضا يقدم الشاهينية على المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء للأسماء المنطلقة للأسماء الحاضرة في مجالنا الإعلامي حتى هذه اللحظات. هذه الأسماء اللي وصلت، الأسماء اللي حضرت بين حرير وبين كذلك زاهية، بين أريام، بين وعد، بين الأسماء، بين الاحتياط، بين الهجوم، بين الأساسي. لكن عودة إلى مقدمة الشوط وعودة إلى احتياط، عودة إلى احتياط، احتياطيها ما شاء الله مميز. هذه احتياط في المركز الأول حمد بن سالم بن سعيد بن حلوكة على المقدمة الأولى، والسيطرة والأداء المميز الجميل التي تحمله في طيات التحدي وفي منافسات الصباح. المركز الثاني يا سلام، هناك 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 اللي يتواجد على المركز الثاني من خلال الانطلاق اعتزال علي بن عبد الله المسافري يتواجد على المركز الثاني، بينما المركز الثالث حرير صالت وجالت في ميادين السباق مع هذا الاسم الكبير يا بن منانة عبيد بن سعيد بن منانة. أكيد بلا شك عند بن منانة هذا الاسم غالي وكبير. المركز الرابع، نقلة إلى المركز الرابع، هذه اللي وصلت الآن نجود راشد بن عبيد المهيري يقدم لنا نجود في المركز الرابع، والمركز الخامس بشاوي الأغفلي يقدم زاهية راشد بن خلفان بشاوي الأغفلي، بينما المركز السادس وصولا من منصورة مبارك بن حمد بن سبعين المحرمي. أما المركز السابع الشامخة خالد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري في المركز السابع في هذه الأثناء، والمركز الثامن الظبي محمد بن راشد بن قحيد المهيري في المركز الثامن. مشاهد الاعزاء المركز التاسع ذياب بن غانم بن حموده الظاهري قدم لنا وعد، وفي المركز العاشر احمد بن عيلان بن عبد الله المهيري يسير مع اريام في هذا الملتقى في هذه الايام. هذه النتيجه ايها الحفل الكريم مشاهدينا الاعزاء، لكن عوده الى تصدر مجموعه جديده وتحدي في منافسات هذا الشوط. الله يا المهيري، يلا يلي غير عندك نجود هذه نجود في المركز الأول. يا سلام على المقدمة والصدارة، راشد بن عبيد بن محمد المهيري هو المسيطر حتى هذه اللحظات
لكن هجوم مباغت من قبل منصورة، من قبل منصورة مبارك بن حمد بن سبعين المحرم الآن غير الأحوال، غير أجواء هذا الشوط ما شاء الله، مباشرة إلى العين، مباشرة إلى العين، العين وصوب المسعودي هناك وين ما يسكن المحرم. لكن أشوف المركز الثالث، المركز الثالث المسافري، اعتزال اعتزال طالبينك ما تعتزل يا راعي اعتزال، علي بن عبد الله المسافري اللي وصل خذ المركز الثالث، احتياط الآن عادت من جديد الاحتياط في مكان الاعتزال، ويأتي حمد بن سالم بن حلوكة في هذا الموقع هذا المكان. يا سلام، يعني التبادل مستمر، التبادل مستمر. يشوف المركز الخامس خلف بن مبارك بالجافري، يا سلام يا سلام، هذه أروى أروى، واصل أروى مشاهدين الأعزاء، مشاهدين الكرام، قائد القطاع الشمالي، يا سلام. شوف الخمسة، شوف الخمسة، شوف الخمسة، حرير متواجد، عبيد بسعيد بن منان هناك في هذا الموقع، في موقع تحدي، وكذلك يصل سيف بن هلال، بن هلال العليلي يقدم الغزي، الغزي راعية الثيل، نشوف من يخطف الموز والناموس في هذا الشوط، من يخطف تحدي هذه الانطلاقة. الله يا بن حلوكة، يا بن حلوكة، هنا الاحتياط، الاحتياط يتفوق على الأساسي، لكن احتياطه، احتياطه كثير حمد بن سالم بن حلوكة، إلا أن الله يا قائد القطاع الشمالي، يا بن يا بالجافلة، يا بالجافلة، خلف بن مبارك بالجافلة اللي على المركز الأول وصدارة هذا الشوط، هذا هو أمامكم في مقدمة الشوط، أروى أروى أروى، فايزة في الأسبوع الماضي مشاهدين الأعزاء، هنا تتقدم للمركز الثاني، لكن بن حلوكة، بن حلوكة بدأ في الانطلاق، بدأ في الانطلاق، بدأ في الصراع، يا سلام، حمد بن سالم بن حلوكة، إلا أن هناك بالجافلة يحاول، بالجافلة يحاول، خلف بن مبارك بالجافلة، خلف بن مبارك بالجافلة، قطاع الشمالي، قائد القطاع الشمالي، سلام للعوير، سلام، سلام للعوير، نشوف اللحظات الأخيرة، يا بن حلوكة احتياط، لكن أروى، أروى، أروى مشاهدي الأعزاء، تفوز للمرة الثانية في هذا الصباح، في هذا الصباح من خلال الانطلاقات والنقطة اللي يضيفها هنا خلف بن مبارك بالجافلة للمرة الثانية في الأسبوع، قبل الماضي حققت الانتصار بنفس الشوط، وبنفس الشوط تعيده وتكرر الإنجاز، تكرار إنجاز خلف بن مبارك بالجافلة. صباح الخير يا آل العوير، المركز الثاني حمد بن سالم بن سعيد بن حلوكة، المركز الثالث إعلان الخزاع بن عبد الواحد بالخزاع العامري، المركز الرابع، المركز الرابع الغزير سيف بن هلال العليلي، والمركز الخامس حرير عبيد بن سعيد بن منانه. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء لمراكزنا الأولى المتقدمة في نشاط صباح اليوم، وأروى هي من حققت الانتصار في هذا الشوط، قطعت مسافة 7 دقائق 43 ثانية بالوفاء والتمام والكمال، خلف بن مبارك بالجافلة، اسعد الله صباحك والناموس على هذا الفوز، والتحية لأهالي العوير. بينما احتياط حلت في المركز الثاني حمد بن سالم بن سعيد بن حلوكة ب7 دقائق 45 ثانية وجزئين من الثانية، تهانينا والناموس يا بن حلوكة على هذا الفوز والانتصار وتقديم أشواط الإنتاج في هذا الصباح. بينما المركز الثالث هنا الخزاع بن عبد الواحد والخزاع العامري 7 دقائق 46 ثانية 8 أجزاء من الثانية، حيث قدم لنا مشاهدين الأعزاء إعلان، وهي من أعلنت وجودها على المركز الثالث في هذا الشوط. هكذا